بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في المحاضرة الثالثة من مادة النحو التطبيقي، وهذه المحاضرة سوف تكون بعنوان الأسماء المبنية، والتي سوف نتعرف من خلالها إلى بعض الأسماء المبنية وهي الضمائر وأسماء الإشارة، ثم نأخذ بعض التطبيقات والتدريبات على هذين النوعين من الأسماء المبنية. كما تذكرون في المحاضرات السابقة علمنا بأنه ليس كل كلمات اللغة مبنية، وأيضا ليس كلها معربة، وعرفنا أن المبنيات هي الحروف كلها، فأي حرف في اللغة هو مبني، وعرفنا أن الأفعال بعضها مبني وبعضها معرب، والمعرب قد يبنى في بعض الحالات. في هذه المحاضرة سوف نتعرف إلى بناء الأسماء أو بعض الأسماء، وهي أقسام تصل إلى 10 أقسام. سوف نتعرف من خلال هذه المحاضرة إلى قسمين فقط، هما الضمائر وأسماء الإشارة. لكن قبل أن أبدأ بموضوع المحاضرة لابد أن أنبه إلى أنه في المحاضرة الأولى ورد خطأ غير مقصود في الشريحة رقم 13، حيث وردت جملة جاء أبي، وقد أعربتها سهوا أو أعربت أبي سهوا خبرا مرفوعا، وهي في الحقيقة فاعل، لأنه جاء أبي، فالذي جاء هو أبي، أبي هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. وصحيح نبهني إليها بعض الطلاب من خلال البريد الإلكتروني، وأنا أشكر هذا الطالب على اهتمامه وانتباهه. سوف نبدأ بالنوع الأول من أنواع المبنيات، وهو الضمائر. الضمائر كما تعلمون تستعمل في اللغة لغرضين، إما للاختصار وإما لأمن اللبس. كيف نستعملها للاختصار؟ لاحظ، لو لم يكن هناك ضمائر وقلنا هل رأيت، يعني شخصان يتحاوران، الأول يقول هل رأيت زيدا، الثاني ماذا يجيب؟ نعم رأيت زيدا. سيقول ماذا كان زيد يفعل؟ سيجيب كان زيد يقرأ. لاحظ هذا التكرار في كلمة زيد يغنينا عنه استعمال الضمير مع وجود الضمائر. هل رأيت زيدا؟ الإجابة نعم رأيته، نعم رأيته. فالهاء هنا نابت مناب زيد للاختصار بدلا من تكرار الاسم. ماذا كان يفعل؟ هنا أيضا يوجد ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. كان يقرأ أيضا هنا ضمير مستتر تقديره هو، وهنا ضمير مستتر تقديره هو. إذا لاحظ هذه الضمائر كم اختصرت علينا من الجهد ومن الوقت ومن الكلام ومن الكتابة. إذا الضمائر وجدت للاختصار. أيضا تستعمل الضمائر لأمن اللبس، أي لإزالة اللبس في الجملة. مثلا لو شخص اسمه محمد قال، طبعا دون أن يكون هناك وجود للضمائر، محمد يقرأ الدرس، وهو يقصد نفسه، لظن السامع أن شخصا آخر اسمه محمد هو الذي يقرأ الدرس. أما بوجود الضمائر إذا قال أنا أقرأ الدرس، فقد أمنا اللبس وأزلنا الإبهام، وعرفنا أن المقصود هنا هو المتكلم وليس شخصا آخر. الضمائر نستطيع أن نقسمها إلى تقسيمات كثيرة بحسب معيار التقسيم، من حيث اتصال الضمير بما قبله أو عدم اتصاله، من حيث استتار الضمير أو ظهوره، من حيث الوظيفة النحوية أو اللغوية التي يؤديها هذا الضمير. فيمكن لنا أن نذكر الأنواع التالية من الضمائر. أولا الضمير المنفصل. الضمير المنفصل، ماذا نقصد بالضمير المنفصل؟ هو الضمير المنفصل عما قبله لفظا وخطا، يعني غير متصل بما قبله، يأتي كلمة
مستقلة غير متصل بما قبله لا في اللفظ ولا في الخط. وهذه الضمائر قد تكون ضمائر رفع وقد تكون ضمائر نصب وقد تكون ضمائر جر، لكن ضمائر الجر غالبا هي مشتركة مع ضمائر النصب. ضمائر الرفع تقسم أيضا بحسب ما تعود عليه. فمثلا للمتكلم هناك ضميران أنا ونحن، أنا ونحن. لاحظ لو قلت مثلا نحن ندرس، هذا الضمير نحن نلاحظ أنه مستقل عما بعده ومستقل عما قبله، غير مرتبط به في الخط وغير مرتبط به في اللفظ. أيضا لو أردت أن أعرب هذا الضمير أقول نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل ماذا؟ نحن ندرس، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. إذن هذا من ضمائر الرفع. لو قلت مثلا ما جاء إلا أنا أو ما نجح إلا أنا، لاحظ أنا ضمير منفصل عما قبله، ما موقعه من الإعراب؟ ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل للفعل جاء. إذن هذا هذا هو المقصود بأن هذه ضمائر الرفع، يعني هذه الضمائر لا تأتي إلا في موقع رفع، قد تكون فاعلا وقد تكون مبتدأ وقد تكون اسما لمثلا كان أو أحدى أخواتها. إذن للمتكلم ضميران أنا ونحن، للمخاطب أنت، للمذكر وأنتما للمذكر والمؤنث. لاحظ في التثنية، في التثنية نستعمل ضميرا واحدا يدل على المذكر والمؤنث، فنقول أنتما تقرآن أيها الولدان، وأنتما تقرآن أيها البنتان أو أيتها البنتان. فأنتما للمذكر والمؤنث، وأنتم طبعا للجمع المخاطب، وأنتي للمؤنث المخاطب، وأنتن لجمع النساء المخاطبات. أما للغائب فنستعمل هو للمذكر، هما للمثنى المذكر والمؤنث، وهو مكررة للمذكر، وهي للمؤنث المفرد، وهن للمؤنث الجمع. هذه الضمائر لاحظ كلها ضمائر منفصلة، موقعها دائما تكون في محل رفع. أما النوع الثاني من الضمائر المنفصلة فهي الضمائر التي تكون في موقع نصب، تكون في محل نصب. للمتكلم نقول إيايا وإيانا، إيايا وإيانا. لاحظ هذه الضمائر جميعها أينما وردت فإنها تكون في موقع نصب. متى يمكن لنا أن نستعمل الضمير إيايا أو إياك مثلا؟ إذا قلنا إياك أقصد، إياك أقصد، ما إعراب إياك الآن؟ ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به للفعل أقصد، في محل نصب يعني أقصد إياك. هل يجوز أن نقول مثلا هو أقصد؟ هو أقصد لا يجوز. لماذا؟ لأن هو هنا في موقع مفعول به، وهو من ضمائر الرفع، فنقول إياه، إياه أقصد. إذن إذا كان الضمير في موقع نصب نستعمل ضمائر النصب، إذا كان الضمير في موقع رفع نستعمل ضمائر الرفع. للمخاطب نستعمل إياك وإياكما للمذكر والمؤنث، وإياكم لجمع الذكور، وإياك للمخاطب المؤنث المفرد، وإياكن لجمع النساء المخاطبات. للغائب إياه وإياهما للمذكر والمؤنث، وإياهم للجمع، وإياها للمفردة الغائبة، وإياهن
لجمع الغائبات، لجمع الغائبات. الآن هذه الضمائر المنفصلة سواء أكانت ضمائر رفع أم كانت ضمائر نصب، فكلها ضمائر مبنية، علامة مبنية مختلفة بحسب ما تلفظ الحرف الأخير من الضمير. فلاحظ إذا قلت أنا وإيانا، أنا هذا ضمير منتهي بالألف، والألف دائما ساكنة، أو إيانا مثلا، فهذا ضمير مبني على السكون، إذن قد يبنى الضمير على السكون. بعضها مبني على الضم مثل نحن، نحن، لاحظ حركة آخر الضمير ضمة، إذن هذا ضمير منفصل مبني على الضم في محل كذا، في محل رفع فاعل أو في محل رفع مبتدا وهكذا. بعضها قد يبنى على الكسر مثل أنتي، أنتي مبني على الكسر، إياكي مبني على الكسر، وبعضها يبنى على الفتح أنت إياك. إذن على ما يبنى الضمير سهل أن نحدد ذلك، وذلك بالنظر أو بالاستماع إلى حركة آخر هذا الضمير، فإذا كان على آخره فتح فهو مبني على الفتح، وإذا كان آخره ضمة فهو مبني على الضمة، وإذا كان آخره كسرة فهو مبني على الكسرة، سكون فهو مبني على السكون، وهكذا. ثم بعد أن نحدد علامة البناء نقول في محل رفع أو نصب أو جر إلى آخره. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الضمائر، وهو الضمير المتصل. ماذا نقصد بالضمير المتصل؟ يعني إذا كان الضمير المنفصل هو المنفصل عما قبله لفظا وخطا، فإن الضمير المتصل عكس ذلك، وهو المتصل، المتصل بما قبله في اللفظ والخط. والضمائر المتصلة هي كما يلي: تاء المتكلم، تاء المتكلم، فهمت، فهمت الدرس، هذه التاء تسمى تاء المتكلم، ودائما تكون في محل رفع فاعل، دائما دائما في محل رفع فاعل. فهمت، قرأت، كتبت. والتاء المخاطب، تاء المخاطب مثلها تماما، دائما تكون في محل رفع فاعل، لكن الفرق بينهما أن تاء المخاطب تكون مبنية على الفتح، فهمت، فهمت. إذن إذا قلت فهمت فمعنى ذلك أنا، إذا قلت فهمت فمعنى ذلك أنت. وأيضا تأنيثها، إيه يعني تأنيثها؟ تأنيثها فهمتي، فهمتي، لما تخاطب مؤنث. تثنيتها فهمتما، فهمتما. جمعها فهمتم، هذه كلها تسمى تاء المخاطب. أيضا من الضمائر المتصلة ناء المتكلمين، ناء المتكلمين، وهي عندما يكون الفاعل جمعا وهم الذين يتكلمون، نقول فهمنا أو قرأنا الدرس. لاحظ هنا يجب يعني أن ننبه إلى نقطة معينة، أحيانا تتصل بالفعل ناء المتكلمين وتكون في محل رفع فاعل، وأحيانا تتصل به ناء المتكلمين وتكون في محل نصب مفعول به. كيف نفرق؟ عندما نقول مثلا احترمنا المدرس، فهنا الناء فاعل، الناء فاعل. لماذا؟ لأنه إذا تذكرون في محاضرات سابقة قلنا إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، يعني ضمير فاعل متحرك، فيجب أن يبنى على السكون. معنى ذلك هنا أن الناء فاعل، إذن المدرس مفعول به، احترمنا نحن المدرس. لكن إذا قلنا احترمنا، احترمنا المدرس، لاحظ أن الفعل هنا لم يبنى على السكون وإنما بقي مبنيا على الفتح. معنى ذلك أن الناء هذه لا يمكن أن تكون فاعلا،
لأنه لو كانت فاعلا لبني على السكون. إذن هي ماذا؟ مفعول به. معنى ذلك أن المدرس فاعل، إذن المدرس هو الذي احترمنا. أيضا من الضمائر المتصلة ياء المتكلم، ياء المتكلم، وياء المتكلم هذه قد تتصل بالفعل مثل زارني صديقي، زارني في محل نصب مفعول به، وقد تتصل بالاسم فتقول هذا كتابي أو هذا قلمي، كلاهما يسمى ياء المتكلم. هنا في محل نصب مفعول به لأنها اتصلت بفعل، هنا في محل جر بالإضافة لأنها اتصلت باسم. يعني هناك قاعدة عامة يجب أن تحفظ هذه القاعدة. القاعدة تقول كل ضمير يتصل باسم فإنه يكون في محل جر بالإضافة. كل ضمير يتصل باسم فإنه يكون في محل جر بالإضافة. يعني كلمة كتاب اسم، الآن إذا اتصلت بها الكاف كتابك فالكاف في محل جر، إذا اتصلت بها الياء كتابي فالياء في محل جر، إذا اتصلت بها ناء كتابنا فناء في محل جر، وهكذا. كل ضمير يتصل باسم فإنه يكون في محل جر بالإضافة. أيضا من الضمائر المتصلة كاف المخاطب أو كاف المخاطبة، المخاطب والمخاطبة. هل زارك أحد؟ كاف مخاطب. هل زارك أحد؟ كاف مخاطبة. أيضا تتصل بالفعل وتتصل بالاسم. هنا كاف عندما قلنا هل زارك أحد فالكاف هنا مفعول به لأنه أحد هي الفاعل. هنا كتابك في محل جر بالإضافة لأنها اتصلت باسم. أيضا من الضمائر المتصلة هاء الغائب. هاء الغائب تقول هذا كتابه، وإذا كان مؤنث تقول هذا كتابها. هل رأيته أو هل رأيته وهل رأيتها أيضا للتأنيث والتذكير، وللمثنى رأيتهما، للجمع رأيتهم، كل هذه هاء الغائب. من الضمائر المتصلة كذلك واو الجماعة. واو الجماعة، وواو الجماعة دائما في محل رفع فاعل. يكتبون، يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والواو في محل رفع فاعل. أيضا هناك قاعدة عامة يعني أحب أن تسجلوها وأن تحفظوها، أي فعل يتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فهذه الأشياء الثلاث تكون هي الفاعل. يعني الفعل إذا اتصل بواو الجماعة، واو الجماعة هي الفاعل، إذا اتصل بألف الاثنين فألف الاثنين هي الفاعل، وإذا اتصل بياء المخاطبة فياء المخاطبة هي الفاعل. ألف الاثنين إنهم يكتبان بعدما سمعا، لاحظ اتصلت هنا بفعل مضارع وهنا اتصلت بفعل ماضي فهي الفاعل في الحالتين. الآن لنأخذ بعض التطبيقات على النوع الأول فقط اللي هو الضمير المتصل والضمير المنفصل. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. المطلوب استخرج من الآية الكريمة خمسة ضمائر مختلفة الإعراب ثم أعربها. الجواب أولا هم في منهم، هم في منهم. ما هو إعرابها؟ هم هنا ضمير متصل مبني على السكون، مبني على السكون في محل جر بحرف الجر من، لأنه سبق حرف جر.
طبعا بعض الناس قد يعرب الضمير الهاء وحده فيقول الهاء ضمير مبني على الضم في محل جر، والميم حرف دال على الجماعة، لكن لا بأس أن نعرب أو أن نجعل هذين الحرفين كليهما ضمير، فنقول هم ضمير مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. الواو في يلوون، الواو في يلوون، ما موقع الواو في يلوون؟ ضمير مبني على السكون في محل إيه؟ في محل رفع فاعل، لأن قلنا هاي واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل دائما هي في محل رفع فاعل. هم في ألسنتهم، يعني في ألسنتهم يلوون ألسنتهم، شو إعرابهم؟ لاحظ هم ضمير اتصل بماذا؟ بفعل أم باسم؟ اتصل باسم، إذا ما موقعه الإعرابي؟ في محل جر بالإضافة، يعني ألسنة هنا مفعول به منصوب على نصب الفتحة وهم مضاف، وهم في محل جر بالإضافة. وهم في ألسنتهم، والهاء في تحسبوه، لتحسبوه، لتحسبوه، ما موقع الهاء؟ ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أنتم تحسبوه، إذن هو اللي هي الهاء هون في محل نصب مفعول به، وهو هو وارد مرتين، وفي المرتين لها الإعراب نفسه، هو ضمير منفصل. لاحظوا الضمائر الباقي كلها متصلة، منهم ألسنتهم لتحسبوه، لكن هو هنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية كلاهما مبتدأ. إذن عرفتم الآن كيف تتعاملون مع الضمير، كيف تعربونه. ضمير بنحدد نوعه منفصل أو متصل، ثم نحدد علامة مبني على السكون، على الفتح، على الكسر، ثم نقول في محل كذا. النوع الثالث اللي هو الضمير المستتر، ضمير المستتر وهو الذي لا يظهر خطا ولا لفظا، وهناك فرق بين المستتر والمحذوف. المستتر موجود، لأن نقول الآن القلم مستتر تحت الطاولة، فمع ذلك أنه موجود لكنه غير ظاهر، فالضمير المستتر هو الذي لا يظهر في الخط ولا في اللفظ، لكن استتاره الآن قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. يستتر الضمير جوازا إذا كان ضميرا لغائب، إذا كان ضمير لغائب، مثل جاء الطالب يحمل كتبه. الآن ما أين فاعل جاء؟ الطالب. أين فاعل يحمل؟ صح هو الطالب، لكن الآن بما أن الطالب تقدم، إذن الفاعل سيكون هنا ضمير مستتر، ضمير مستتر، وهذا الاستتار جوازا، يعني ليس واجبا، لأننا نستطيع أن نقول يحمل الطالب كتبه، إذن الفعل يحمل فيه ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الطالب. ويستتر الضمير وجوبا إذا كان للمتكلم والفعل مضارع، إذا كان يعني هنا شرطان، أن يكون الضمير لمتكلم وأن يكون الفعل مضارع، مثل أحب، أقرأ، أكتب، نحب، نقرأ، نكتب. هنا لاحظ الفعل مضارع والضمير متكلم سواء مفرد أو جماعة. أحب وطني، أحب وطني، أين فاعل أحب؟ فاعل أحب أنا. لا يجوز أن أقول أحب أنا وطني، إذا قلت أحب أنا وطني يعني ذكرت الضمير، فلا يصبح فاعلا، لا يصبح فاعلا، وإنما يصبح توكيدا للضمير المستتر في أحب. أيضا نحب وطننا، فاعل نحب ضمير مستتر تقديره نحن، واضح؟ يعني هنا يجب أن يستتر فيه الضمير، لكن هذا لا يمنع أن يظهر بعده ضمير، إذا ظهر بعده ضمير يكون توكيدا وليس فاعلا. كما يستتر وجوبا أيضا إذا كان الفعل أمرا والمخاطب واحد، مفرد مذكر، مفرد مذكر، مثل اكتب، اقرأ، العب، اسعى إلى الخير، أين فاعل اسعى؟ ضمير مستتر تقديره أنت. طب لماذا قلنا للمفرد المذكر أو المفرد المؤنث؟ لاحظ لو بدك تخاطب مفرد مؤنث ماذا تقول؟ اكتبي، هنا الضمير ظهر ليس مستترا،
لأنه ياء المتكلم ضمير متصل، إذا فقط في حالة أن يكون مفردا مذكرا. طبعا هناك يعني هذه المواقع الرئيسية لاستتار الضمير وجوبا، هناك مواقع فرعية يستتر فيها الضمير وجوبا. يمكن لك أن تعود إلى أحد كتب النحو وأن تتعرف عليها وأن تشارك زملائك فيما حصلت عليه من معلومات. تطبيقات على الضمير المستتر، بين مواقع الضمير المستتر عفوا واعربه في الآية التالية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. طبعا الفعل حرم هنا فيه ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من، قل من حرم، يعني من الذي حرم، فحرم هون فيها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من، التي أخرج لعباده، من الذي أخرج؟ الله، ففيه هون ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله. نفصل فيها ضمير مستتر تقديره نحن، يعود على من؟ يعود على المتكلم، ومن هو المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع الضمير ضمير الفصل، وهو الضمير الذي يفصل بين ركني الجملة الأساسيين، الجملة الإسمية اللي هما المبتدأ والخبر. نقول زيد الناجح، زيد الناجح، زيد مبتدأ والناجح خبر. الآن قد يظن السامع أنك تقول زيد الناجح وتريد أن تكمل شيئا، يعني تريد أن تخبر عنه شيء آخر، يعني بمعنى آخر أنه يعتقد أن الناجح صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد. حتى نأمن هذا اللبس وحتى نقطع هذا الشك، نفصل بين المبتدأ والخبر بضمير نسميه ضمير الفصل، فنقول زيد هو الناجح. الآن فهمت الجملة وما عاد هناك لبس. وقد يفصل بين ما أصله مبتدأ وخبر، مثل اسم كان وخبرها واسم إن وخبرها، هذان أصلهما مبتدأ وخبر. ضمير الفصل يعني له إعرابان، إما أن نقول ضمير فصل مبني لا محل له من إعراب، بنريح حالنا، يعني زيد مبتدأ والناجح خبر وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب، أو بنعرب ضمير الفصل ضمير فصل مبني في محل رفع مبتدأ، والخبر اللي كان خبر بصير خبر لضمير الفصل، والجملة الإسمية كلها تصبح خبرا لزيد. لاحظ في قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، هو ضمير فصل، فصل بين اسم إن اللي هو الها وبين خبرها. الآن إما بنقول ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يعني الها هنا اسم إن والتواب خبر إن وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو بنقول هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ والتواب خبره والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر اسم إن. قال تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لاحظ في القرآن دائما ضمير الفصل عندما يرد لا محل له من الإعراب، هكذا يعني جاءت لأنه هذا يمثل لهجتين، اللهجة الحجازية تنصب ما بعد ضمير الفصل أو يعني تجعله لا محل لهم الإعراب، واللهجة التميمية تجعله مبتدأ. فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة، كنت التاء اسم كان، الرقيبة خبر كان منصوب، إذن أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب. لو كان على اللهجة التميمية وكانت أنت مبتدأ لكانت الآية أنت الرقيب عليهم. ليه؟ لأن ضمير الفصل سيكون مبتدأ والرقيب هي خبر. طبعا هنا يجب أن تنتبه إلى أن ضمير الفصل غير الضمير المنفصل، ضمير الفصل غير الضمير المنفصل. بقي من أنواع الضمائر ضمير الشأن، وهو ضمير يعود على المعنى العام للجملة. لاحظ كل الضمائر تعود على شيء، على شيء معين، تعود على زيد، على محمد، تعود على المتكلم، لكن ضمير الشأن لا يعود على شيء معين وإنما يعود على المعنى العام المتضمن في الجملة اللاحقة.
مثل عندما نقول هي الحياة تعب، الآن هي على ما تعود، هي حقيقة لا تعود على الحياة، وإنما تعود على الأمر الموجود في هذه الجملة الحياة تعب، يعني تعود على هذا الشأن أو هذه القصة. لذلك بعض علماء النحو سموه ضمير القصة، ضمير القصة، أو مثلا كما يقول الشاعر: هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. فهي تعود على الجملة المتأخرة في قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. إنه لها على من تعود؟ هل تعود على شخص؟ هل تعود على رجل؟ كلا، وإنما تعود على مضمون هذه الجملة: لا يفلح الظالمون. لذلك الهاء هنا ضمير شأن في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إن. تدريبات على الضمائر بشكل عام: في قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الآن كم فيها ضمير هذه الجملة؟ 4 ضمائر. لماذا؟ قلنا أي ضمير النا، ادخلوا الواو، فكلوا الواو، شئتم، 4 ضمائر. حقيقة أنه أيضا فكلوا منها هذا ضمير، يبدو أنه أنا لم أنتبه جيدا إلى عدد الضمائر. قلنا 1، ادخلوا 2، فكلوا 3، منها 4، حيث شئتم 5. إذن عدد الضمائر هو 5 الصحيح وليس 4، وسيتم تعديلها إن شاء الله في محتوى المقرر. أعرب إياه في قوله تعالى: بل إياه تدعون. بل إياه تدعون، هل هي ضمير منفصل أم ضمير متصل؟ طبعا إياه واضح ضمير منفصل، إذن أنا الآن في الخيارين الأوليين. هل هي ضمير منفصل في محل نصب مفعول به أم في محل رفع فاعل؟ طبعا إياه تدعون، أنتم تدعون هذا الفاعل، احنا قلنا واو الجماعة دائما هي الفاعل، إذن تكون إياه في محل نصب مفعول به. أنت في قوله تعالى: إنك أنت العليم الحكيم، هل هو ضمير شأن أم ضمير متصل أم ضمير مستتر أم ضمير فصل؟ إنك العليم الحكيم، فجاءت أنت لتفصل بين الطرفين فتكون إذن ضمير فصل. قل هو الله أحد، هو ضمير شأن مبني في محل رفع فاعل، طبعا لا، لأنه لا يوجد لدي فعل. رفع مبتدأ نعم في محل رفع مبتدأ، لا يمكن أن تكون في محل رفع خبر، ولا يمكن أن تكون في محل نصب مفعول به للفعل. قل نحن نقص عليك نبأهم، الكاف في عليك ضمير متصل في محل جر أو في محل رفع أو في محل نصب أو لا محل لها من الإعراب. نحن نقص عليك، عليك لاحظ أنها سبقت بعلى وعلى من حروف الجر، إذن الكاف في محل جر بحرف الجر. الموضوع الآخر اللي هو أسماء الإشارة، وهي أسماء تستعمل للإشارة إلى شيء موجود حاضر أمام المشير حقيقة أو تقديرا، لأنه أنا ممكن أقول ذلك القلم جميل، فهذا حاضر أمامي، حاضر أمامي حقيقة. وممكن أن أقول مثلا تلك أمة خلت، هذه قد تكون الحضور تقديري، أقول ذلك هو الله حضور تقديري. أسماء الإشارة: ذا للمفرد المذكر، ذا للمفرد المذكر، وقد تدخل عليه هاء التنبيه فيصير هذا، لاحظ هذا مكون من هاء التنبيه واسم الإشارة ذا. ذه وته للمؤنث، وقد تدخل عليها الهاء فتصبح هذه وهاته، طبعا هذا الأشهر أنها تكون دائما مع هاء التنبيه. ذاني للمثنى، وهنا يجب أن ننتبه أن ما دل على مثنى اللي هما ذان وتان يخرجان من درسنا، ليه؟ لأنهما معربان، يعربان إعراب المثنى. أولئي للجمع المذكر والمؤنث،
زائد هاء التنبيه تصير هؤلاء. قد تدخل أيضا لام البعد على اسم الإشارة، لاحظ ذا اسم الإشارة زائد لام البعد زائد كاف الخطاب تصبح ذلك، وتاء اسم الإشارة أو تي زائد لام البعد زائد كاف الخطاب تصبح تلك، تلك أمة قد خلت. تي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، اللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل لهما من الإعراب، يعني الحرفان لا محل لهما من الإعراب اللام والكاف. وأمة خبر للمبتدأ مرفوع، قد يصعب عليكم هذا الإعراب إن نقول تي اسم إشارة واللام للبعد، فممكن لك أن تعرب تلك كلها اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. تنبيه هام، نحن نتكلم الآن عن المبنيات، أسماء الإشارة من المبنيات، نستثني منها ماذا؟ ذاني وتان، اللي هو ما دل على المثنى فيعربان إعراب المثنى. إذا قلنا هذان خصمان اختصموا في ربهم كما قال الله سبحانه وتعالى، فهذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى. هناك نقطة أخيرة في أسماء الإشارة، أنه اسم الإشارة الأفصح فيه أن هذه الكاف هي للمخاطب. إذا من أخاطب؟ إذا كنت أخاطب مفرد مذكر أجعلها مفرد مذكر، إذا كنت أخاطب مؤنث أجعلها مؤنث، وهكذا. إذا الأفصح أن نقول ذلك قلم يا محمد، ليه؟ لأن المخاطب مذكر، ذلك ذلك لأن المخاطب فاطمة، ذلكما لأن المخاطب الولدان، ذلكم لأن المخاطب جمع، ذلكنا لأن المخاطب بنات. ما إلى علاقة في القلم؟ القلم يعني ليس له علاقة في كاف الخطاب. وطبعا في القرآن الكريم كذلك قال ربك، لأنه كان يخاطب مريم، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، لأنه كان يخاطب آدم وحواء، ذلكن الذي لمتنني فيه، لأنها كانت تخاطب مجموعة النساء، وذلكم وصاكم به، لأن الخطاب للمسلمين. وهكذا أنهينا اثنين من الأسماء المبنية اللي هي الضمائر وأسماء الإشارة. وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة لإتمام بقية المبنيات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.